متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث فيها عن توقعات الأمطار الحالية في بعض مناطق المملكة وتفاصيل الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة. بالنسبة للتوقعات المحاكاة الحاسوبية لأماكن هطول الأمطار، فيمكننا معرفتها من هذه الخرائط، حيث نلاحظ أن بعض مناطق جنوب غرب المملكة تشهد هطولات مطرية خاصة في مناطق قريبة من نجران، وهذه الأمطار بعض منها رعدية الطابع. هذه الخرائط حسب ساعات عصر هذا اليوم. نلاحظ أن باقي مناطق المملكة تقريبا لا يوجد فيها هطولات هامة للأمطار، سوى أمطار محلية في مناطق عشوائية من وسط وأقصى شمال غرب المملكة. مع ساعات مساء هذا اليوم يتوقع أن تمتد بعض الزخات المطرية نحو المناطق أكثر شرقية من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تصل إلى مناطق تقريبا يعني قريبة من منطقة وادي الدواسر والأجزاء الجنوبية من محافظة الرياض. وحتى مع ساعات هذه الليلة معظم مناطق جنوب محافظة الرياض، ليست مدينة الرياض إنما محافظة الرياض، يتوقع أن تهطل بها بعض الأمطار، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية خلال، وتستمر هذه الأمطار بالدخول لتصل لاحقا إلى دولة الإمارات مع استمرار هطول الأمطار الرعدية في مناطق جنوبية غربية من المملكة، بالإضافة أحيانا إلى بعض المناطق الساحلية. غدا نهارا تزداد رقعة هذه الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة، تمتد إلى أيضا مرتفعات الباحة وتمتد شرقا إلى مناطق نجران. قد تكون بعض من هذه الزخات أحيانا غزيرة ورعدية وتسبب بجريان الأودية وربما تشكل بعض السيول في تلك المناطق. باقي مناطق المملكة تقريبا لا يوجد بها أي توقعات لهطول الأمطار، وتستمر هذه الأمطار الرعدية كما ذكرنا مع ساعات عصر الخميس. تكون هناك بعض البؤر الغزيرة في بعض مناطق جنوب غرب المملكة. مع ساعات مساء يوم الخميس تضعف فرص الهطول مع بقائها فوق مرتفعات الباحة بشكل عام وبعض المناطق الشرقية من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، تقريبا الأجواء غالبا صافية بالرغم من وجود بعض الغيوم الآن، لكن تتحول الأجواء غالبا صافية. درجة حرارة 18 درجة مئوية خلال ساعات هذه الليلة مع رطوبة نسبية 41%. وفيما إذا نظرنا لتوقعات طقس خلال 3 أيام القادمة، الخميس أجواء مشمسة 30 درجة مئوية ليلة 18، الجمعة أجواء تقريبا غالبا مشمسة 25 انخفاض على درجات الحرارة المتوقع وتصل ليلا إلى 17 درجة مئوية، في حين نراقب في طقس عرب وجود فرصة لتشكل عواصف رملية وغبارية يوم السبت في مناطق مختلفة من المملكة. تصل درجة حرارة 28 درجة مئوية ليلا إلى 17، وتكون أجواء في العاصمة الرياض يوم السبت المغبرة بوجه عام. طبعا تنبيهات وتوصياتنا للإخوة، أهمها في جنوب غرب المملكة من مخاطر التواجد في المنحدرات والأودية ومجاريها نظرا لتوقع جريانها خلال الساعات القادمة في مناطق جنوب غرب المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد. في أمان الله.